إبراز مهام الحماية المدنية في الإسعاف والإنقاذ وتعزيز دور العمل التطوعي في مواجهة الكوارث والأزمات هي أهم المحاور التي تم التطرق لها خلال الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، والذي أقيم بوحدة التدريب والتدخل بالدار البيضاء. جهاز الحماية المدنية في بلادنا اليوم بمهنية واحترافية عالية في التعامل مع مختلف الحوادث والكوارث بفضل الخبرة والتجربة التي اكتسبها على مدار السنين من خلال تدخلات فرقه على الصعيد الوطني والدولي، وهو ما تجسد في مختلف تدخلاته خلال الكوارث التي عرفتها الجزائر كزلزال أصنام، معسكر تيبازا بومرداس، فيضانات باب الواد، وحرائق الغابات التي عرفتها بلادنا في الصائفة الماضية. إن المسؤولية في حماية الساكنة من الأخطار هي مسؤولية تقع على عاتق الحماية المدنية بدرجة الأولى بإنقاذ وإسعاف الأشخاص وإيوائهم بالتنسيق مع مختلف المصالح المتدخلة، وعليه فإن الحماية المدنية تحتاج إلى السند والدعم من قبل الفئات الجمعوية النشطة في الميدان وكذا المواطنين المتطوعين لا سيما أثناء الكوارث. المناسبة كانت فرصة لتكريم بعض المتقاعدين وممن ساهموا في تكوين مختلف الإطارات وهندسة نجاحات جهاز الحماية المدنية على الصعيدين الوطني والدولي. أول دفعة الحماية المدنية تاع 1965 هو اللي كان مؤطر، والمكون تاعهم كي كرموا معالي الوزير كان يبكي، يعني قاسته بزاف. الحفل شهد كذلك تسليم استحقاقات استثنائية لبعض الأعوان نظير جهودهم في إخماد حرائق الغابات في الصائفة الماضية، وتسليم كأس الجمهورية لكرة القدم لفريق وحدة التدريب والتدخل للدار البيضاء.